فاتحة القرآن الكريم وابن هذا البلد الكريم فضيلة القارئ الشيخ السيد رضا الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله هم قوم يعدلون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وسلام على
وفاء الله خير أما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. الأرض قرارا
جعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله. أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله. إله مع الله بل أكثرهم لا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. أإله
إله مع الله قليلا ما تذكرون أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحر رين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله أإله مع الله
برهانكم إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. من آيات سورة النمل المكية تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد رضا طنطاوي: ابن هذا البلد الطيب اهله قرية بنت مركز من يلقم. شكرنا لفضيلتي ولحضراتكم جميعا. اسم الاستاذ الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، وباسم السيد العمدة الحاج عبد الله الدرندلي والحاج عزيز الدرندلي والحاج عبد السميع الدرندلي والمستشار محمد حسين الدرندلي والسيد العمدة الحاج محمد طه الدرندلي والسيد العمدة الحاج عاطف سيف اليزل والحاج سعيد ابو قبيل والاستاذ الدكتور حسين بدوية. نتقدم بجزيل الشكر السيد المستشار باسم بيك جاويش والحاج عاصم ابو عليوة الحاج احمد حسن جبر رحم الله والده والحاج السيد العمدة الحاج فاروق ذياب والاستاذ محمد شاهير. ايها الاخوة الكرام،